بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع معكم أيها الأحباء المباركين. كل سنة وأنتم طيبين. بداية الصوم الكبير أو الصوم المقدس، وبنعمة المسيح وبحسب أيضا اختبارات آبائنا القديسين يقولون كده، أجمل حاجة أنه الإنسان يأخذ في فترة الصوم سفر أشعياء النبي من العهد القديم، حتى وإن كان أكتر، لكن في بعض الأصحاحات بتكون صغيرة، فحنجمعها كلها بنعمة المسيح طوال فترة الصوم. حيكون لقاءاتنا كلها من خلال سفر أشعياء النبي، وبالتالي يكون لينا تدريب يا أحبائي. كل واحد هنقرأ الإصحاح اللي احنا هنشارك به في اليوم، أو لربما ممكن يكون في إصحاحين. ليس القصد هو تفسيرات، لأنه موجودة تفسيرات كثيرة ويعوزنا الوقت عشان نفسر كل الآيات، ولكن بدعو برضو اللي يحب إنه هو ياخد جرعة زيادة في كل إصحاح يقدر إنه هو يسمع أو يقرأ لتفسيرات الآباء في هذا السفر. السفر أشعياء مجرد بعض النبذات عنه. يسمى هذا السفر بالإنجيل الخامس، وطبعا كلمة إنجيل نطلق عليها في العهد الجديد، ولكن سفر أشعياء النبي أطلقوا عليه الآباء أو سموه الإنجيل الخامس، نظرا لأنه أكثر سفر يحتوي على نبوات عن السيد المسيح له المجد من جهة ميلاده من عذراء من نسل داود، من جهة ودعته وصفاته، من جهة ألوهيته، من جهة أنه معلن جاء ليعلن الحق للأمم أيضا. وده شيء مهم في رسائلنا كلها يا أحبائي، وهو الرجاء. هو جاء من أجل أن يكون رجاء للكل، جاء يعطي رجاء لكل نفس، حتى وإن كانت نفس ضايعة بعيدة، نفس محرومة، جاء لكي ما يوهب رجاء للكل. وبالتالي كلمنا سفر أشعياء عن صلبه وعن قيامته وعن فتحه لطريق الملكوت الأبدي. سفر أشعياء، أشعياء يسمى كلمة أشعياء معناه الله يخلص أو الرب يخلص. الشخصيتين المميزتين في السفر دي هو أشعياء النبي وحزقية الملك. حاجة أخيرة أقول عليها، إنه هو دعي هذا السفر بالإنجيل الخامس، وبالتالي سمي أشعياء النبي بالنبي، نبي الخلاص، نبي الخلاص. يبقى إذن هو إنجيل السفر بتاعه سفر الإنجيل الخامس، هو نبي الخلاص، وأيضا هو اسمه النبي الإنجيلي. من كل هذه الكلمات إشارة إلى هذا السفر المملوء بكل هذه النبوات عن السيد المسيح يا أحبائي. لمجرد مقدمة بسيطة، أيضا نبذات عشان الرسالة بتاعتنا تكون مركزة يا أحبائي. أول رسالة من الإصحاح الأول يا أحبائي، وهو من عدد 1 إلى عدد 20، وحنكملها، وطبعا باقية الإصحاح في تكملته في الآيات الأخرى. لكن رسالة النهاردة ومع بداية الصوم محتاجين إن احنا نكون واقعيين. كن واقعيا. بمعنى إيه؟ إن كنا فعلا نريد أن تكون لنا حياة حقيقية أحبائي مع المسيح، مش عايزين نكون لنا كما لقوم عادة، الصوم دي زي كل صوم، السنة دي زي كل سنة. لا يا أحبائي، بنعمة المسيح يريد أن احنا نكون واقعيين في حياتنا مع المسيح. إذا كنت تحب أنك أنت تكون مثال، مش عشان يقتدى بيك، ولكن لعمل النعمة في حياتك، سواء إذا كان من المؤمنين أو سواء إذا كان من غير المؤمنين. أشعياء النبي في هذا الإصحاح، إصحاح 1، بيقول لنا كده كن واقعيا.
مش عايزين ندفن رؤوسنا في الرمال زي النعام كما يقال. يوم ما نتعرض لأي موقف، يوم ما تقابلنا أي مشكلة، يوم ما نقابلنا فتور أيضا في حياتنا الروحية، إن كنا نريد أن نسير في طريق الحق، طريق المسيح، إن كنا نريد أن احنا نشترك معه زي ما تكلمنا مبارح في رحلة الصوم، إن كنا نريد أن نتمتع ونفرح بقيامته كقيامة حقيقية، ليست مجرد قيامة عيد ولكن قيامة حقيقية لكل واحد مننا. المسيح بيقول له: أيها الشاب لك أقول قم. إن كنا نريد هذا الأمر يا أحبائي، علينا إن احنا نعيش طوال هذا الفترة بتاعت الصوم في طاعة الله من خلال وصيته، من خلال مرضاة الله. الله بطبعه بشخصه يعرف طبيعتنا من الداخل ومن الخارج. يتكلم السفر من عدد 4 إلى عدد 6، يقول لنا كده خطايانا ومعصيتنا لله هي سبب الفتور الروحي في حياتنا. على سبيل المثال كآية يقول كده: ويل للأمة الخاطئة الشعب الثقيل الاسم نسل فاعلي الشر. حسيب المعظم الآيات عشان الناس تتشجع إن هي تقرأ الإصحاح، مش مجرد نقتطف آياته بس. كل الفتور، كل الضياع دي، كل خطايانا من الداخل ومن الخارج بيعرفها الله. عشان كده في تعبير حلو بمناسبة الصوم، اللي هو ناس كثيرة بتقول لما أنا أبطل الحاجات التانية يبقى أنا أصوم. أقول لكل إنسان: الصوم داخلي وخارجي. خارجي إن احنا نمتنع عن الطعام، بنغير الطعام بأطعمة أخرى. داخلي هو التوبة عن الخطايا، تغيير الاتجاه. الله ينظر إلى هذه وينظر إلى تلك، ينظر إلى جهادنا في الصوم إن احنا نمتنع عن الأكل المحبب بالنسبة لنا أو اللي بنشتهيه، وينظر إلى داخلنا إلى التوبة عن الخطايا. لكن شوف الإصحاح يقول لنا كده إيه، يقول لنا إنه كل الحياة بالصورة زي دي بتشدنا لفين؟ بتشدنا إلى أسفل، وبتنزع السلام بتاعنا وبتنزع الأمان بتاعنا. عشان كده بتسيبنا في الضياع وفي الدمار. يقول لنا كده: بلادكم خربة ومدنكم محرقة بالنار. ويقول لك: لولا أن الرب أبقى لنا بقية لصرنا مثل سادوم وشابهنا عمورة. يحمينا ربنا في وسط الغضب، يسكر الرحمة أيضا. عشان كده لو شعرنا بأي أسى أو حزن أو ضيق في هذه الفترة في حياتنا عامة بسبب أي فتور روحي في حياتنا مع الله، اليوم فرصة إن احنا ننتبه لذلك. اليوم فرصة إنه احنا بنقول هو مستعد دايما، إن هو قريب، الرب قريب لكل من يدعوه. الله مستعد إن هو يمسك إيدينا، الله مستعد إن هو يسندنا، الله مستعد إن هو يخرجنا من أعماق الهاوية، الله مستعد إن هو ينقذنا من العزلة ومن المحنة بتاعتنا. كل اللي علينا إن احنا من له أذنان للسمع فليسمع. يقول لنا كده في عدد 10: اسمعوا كلام الرب يا قضاة سادوم، اصغوا إلى شريعة إلهنا. تعال للكنيسة تمتع، حتى وإن كنا طلبنا من الناس إن مش كل قداس عشان ندي فرصة للأكثرية إن هم يجوا، لكن أي جاية للكنيسة، أي عظة بسمعها سواء من التلفزيون أو من الموبايل أو أي حتة، حط باستمرار، وجه ودانك، كله ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ إيه رسالتك لي اليوم يا أحبائي؟ الله مش معناه انه بيحول عينه عن اخطائنا او بيتجاهلها، لكن الله بيعطينا رجاء باستمرار. في عدد 11 الى عدد 17 يقول لنا كده: خلوا بالكم. في عدد 15 مثلا: حين تبسطون ايديكم استر عيني عنكم. طب وهنفضل لحد امتى؟ لا، شوف الله يريدنا ان احنا ننقي من الداخل. يقول لنا كده اجمل آية في هذا الاصحاح، واتمنى ان احنا نحفظها، في عدد 18: هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض تصير كالثلج. مخالفة وصية الله تقودنا إلى الضياع والدمار، لكن
رجوعنا إلى الله يعطينا حياة أبدية. أحبائي، الله مستعد إن هو يغيرنا، حتى لو لما نجئ إليه ونقدم توبة ونقدم اعتراف. حختم بصلاة يا أحبائي، فيمكن في كل يوم نختم بصلاة كده، قل لي يا رب معاي، قل له يا رب أنا فعلا جاي وشاعر أني لا أستحق الوقوف أمامك يا رب، شاعر أني أنا لا أستحق أن أنا فعلا أن أرفع عيني لي زي الإنسان العشار. اديني يا رب نعمة، اديني جراءة، اديني شجاعة حتى أكون فعلا صادق وأمين وواقعي مع نفسي، عشان أقدر أقول لك أخطأت إلى السماء وقدامك، لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اقبلني كأحد أجرائك يا رب. وبالتالي يتمتع كل الإنسان بهذه البركة وبهذا الغفران يا أحبائي. مسيحنا القدوس يحفظنا في بداية هذه الرحلة، له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.